الآن الله يسعدكم، زي ما قلنا فئات إضافية بتدخل السوق. الصينيين هل هم أحسن سيارات بيصنعوها في العالم؟ لا، ما هم أحسن سيارات، في أحسن منهم، لكن بيتعلموا سنة عن سنة، موديل عن موديل بتطور في مصلحة المستهلك. المنافسة هذه إنه يلاقي شيء كويس. مجمعين القطع من هنا ومن هناك زي معظم الصانعين في العالم كلهم جمعوها. في طبعا الكبار بيصنع أكثر والأقل بيصنع أقل نسبة وتناسب. فلكن أنا بشوف إنه السيارات هذه فرصة جيدة أنك تعطيك كمستهلك فلوسك على قدك كل سنة. السيارات الأمريكية، اليابانية، الأوروبية، الكورية كل سنة بيزيد أسعارها، فأنت كمستهلك دخلك ما بيزيد. يعني مثلا والله السيارة كانت، السيارة دي كنا بنشتريها بخمسين ألف وكان راتبي أنا كده، السنة اللي بعدها صارت 55 أو 60 أو بتزيد كل كم سنة بتزيد، هل راتبك أنت ما شاء الله بيزيد معها؟ لو راتبك ما بيزيد، المصاريف بتزيد، المصاعب المادية عليك أنت والتكاليف بتزيد، عدد الأسرة، المصاريف كلها. فبالتالي بيكون جيد جدا أن يكون في منافس قوي يدخل السوق بيعطيك منتج حلوة. ما قلت منتج رائع، ما قلت شيء منتج ممتاز، خذوا بالكم منتج يعني على الأقل ما بقول جيد مرتفع، حتى بلاش أقول جيد جدا، ها؟ لكن جيد مرتفع. أنا نفسيا مشتري من السيارة، اشتريت السيارة الأخت الأكبر ومبسوط فيها ومستعملها بالصيانة بالاهتمام، والسيارة ما شاء الله ماشية معايا صفر مشاكل، ما عندي أي مشاكل في السيارة. فلمصلحة المستهلك المنافسة بين الصانعين تصب في مصلحة المستهلك سنة عن سنة، موديل عن موديل، في أشكال جديدة وتقنيات جديدة وإصلاحات جديدة بتتم على السيارات.